دكتورة أهلا بيكي مرة تانية. أهلا بحضراتكم. معلش يا فندم، كان الصوت بيقطع، ما كناش سامعين حضرتك خالص، فكان سؤالي لحضرتك عن المتوقع إن شاء الله الأيام اللي جاية بما فيهم النهاردة كمان درجات الحرارة هتوصل بينا لفين؟ احنا طبعا بنقول ان احنا ما زلنا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي منخفضه في درجات حرارتها، عشان كده احنا لسه حاسين بانخفاض درجات الحراره، بيكون ملحوظ اكثر فترات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر. يمكن في بعض الايام مع سطوع اشعه الشمس فتره النهار بنحس بالاستقرار والاعتدال في درجات الحراره، لكن ما زالت الاجواء فتره النهار اجواء شتويه مائله للبروده على اغلب المحافظات الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، اجواء مائله للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 17 ل 18 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بتبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ، بتبقى يعني ملحوظة جدا في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر الصغرى. فترة الليل بتوصل على القاهرة الكبرى 8 و9 درجات، يمكن كمان إحساسنا بيها بيكون أقل من 8 و9 درجات، أجواء شديدة في البرودة على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء وشمال الصعيد بسبب انخفاض درجات الحرارة للخمس والست درجات، وسط سيناء درجات الحرارة فيها بتنخفض توصل لصفر وتحت الصفر أحيانا، فالمناطق اللي بتكون صحراوية ولها ظهير صحراوي كبير، المدن الجديدة الأجواء فترة الليل فيها قارصة البرودة كمان، يعني مش شديدة البرودة بس، لا ده قارصة البرودة. فاحنا هنخلي بالنا من انخفاض درجات الحراره فترات الليل. يمكن احنا بالامس كمان شفنا سقوط امطار كان متفاوت الشده على اغلب محافظات شمال البلاد، وصلت امطار خفيفه لبعض المناطق من القاهره الكبرى. اليوم وغدا متوقع فرص الامطار تنحصر فقط في السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، وهتكون امطار خفيفه المتوسطه على فترات متقطعه من اليوم. باقي مناطق الجمهوريه هيكون فيها سلاسل فرص سقوط الامطار ان شاء الله، لكن مع يوم الثلاث والاربع كميات الامطار هتبدا تزيد، تبدا تحول لامطار متوسطه على السواحل الشماليه وممكن تمتد لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهره الكبرى امطار خفيفه يوم الثلاث والاربع ان شاء الله الجايين، لكن مستمرين في انخفاض درجات الحراره لنهايه الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. يعني احنا الوضع اللي حضرتك بتشرحيه ده دلوقتي هيقعد كذا يوم معانا. انخفاض درجات الحراره مكمل معانا لنهايه الاسبوع ان شاء الله، متوقع مع يوم الجمعه والسبت تبدا درجات الحراره ترتفع ارتفاع طفيف فتره النهار، لكن فترات الليل هتكمل على مدار الاسبوع كله انخفاض ملحوظ في درجات الحراره فتره الليل. الامطار هتكون على المناطق الداخليه غدا وبعد غدا، مع يوم الثلاث هتمتد للمناطق الداخليه جنوب الوجه البحري القاهره الكبرى. كويس، رائع جدا. جميل، بنشكر حضرتك دكتوره منار جزيل الشكر على هذه الافاده وعلى مشاركتك معنا في حلقتنا النهارده. شكرا لحضرتك.